نبقى بحلب شهباء لنحكي اليوم عن أهداف التنمية المستدامة، لنحكي عن مبادرة شهيق وزفير المستمرة يمكن بجميع مبادراتها على الأرض حسب الظروف، وهي جميل بالمبادرة أن تكون مستمرة خلال السنوات وحسب الحاجة الآن هي بتكون موجودة. أكيد نور، دائما الاستمرارية بأي عمل إنساني هو بيكون أحد أسباب النجاح، وأكيد نحن دائما متعودين على شهيق وزفير على نشاطات جديدة. اليوم من خلال اتصال لحلب، ودائما نحن بنشتاق لحلب ولأهالي حلب، رح نعرف أكثر عن مبادرة شهيق زفير، وحيكون معنا عبر اتصال هاتفي مؤسس المبادرة السيد منتصر كيالي. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير يا هلا. صباح الخير واهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. نحن متعودين دائما معكم ضمن شهيق وزفير في دائما فعاليات ونشاطات، اليوم رح نحكي عن زاوية خاصة بعيدا عن العمل الإنساني، اليوم يمكن عم نحكي عن مشاعر خاصة مع الأطفال ومبادرة بتلمس الأطفال اليوم. أول شيء صباح الخير للجميع، عيدكم مبارك إن شاء الله يا رب. نحن عم نعمل شيء هلا حاليا مع أطفال الداون، شيء جديد، ما بعرف اذا سابقا كان مفتوح الموضوع، بس عم نعمله هلا بطريقه كثير حلوه. اطفال الداون رح يكونوا موجودين احد الحدائق العامه، بالاضافه لموضوع التوعيه للنظافه في احد الحدائق. في طبعا في نشاطات كثيره داخل الحديقه، هي مثلا احد الشغلات حتكون في رسم على الهواء الطلق. ثاني شيء والاهم بتكون حلبسهم تيشيرتات مقطوع عليهم الاهداف التنميه المستدامه، وهي متوقع كمان ما حدا طبقها نوعا ما، نحن عم نحاول نطبقها بطريقه صحيحه مضبوطه. اطفال حيلبسوا التيشيرتات يكونوا موجودين بالحديقه ويعملوا شيء جو حلو، يعملوا شيء نوعا ما يوعوا الناس على موضوع النظافه، على موضوع التعقيم، على موضوع كثير امور مهمه صراحه. ما في احلى نظافه تكون موجوده ببلدنا نحن. أكيد. أنا برأيي هذا الموضوع كثير مهم صراحة. طيب أستاذ منتصر، حكينا هيك شوي بشكل عام عن الأهداف، ولكن هي الفعالية نحن متعودين عليكم دائما بيكون عندكم شيء خاص، فقرات، خبرنا اليوم هي المبادرة حتتضمن فقرات؟ أكيد رح تتضمن فقرات، رح تكون ضمن موضوع رسم، حتكون توعية على موضوع التعقيم، رح تكون فقرات فنية، فقرات نشاط للأطفال، عديدة ومنها كثيرة بصراحة، خلينا نحن نخبيها مفاجأة لكم إن شاء الله، بس تكون أمور تمام يا رب. رح شو هي المفاجأة؟ عمل لك هي شو هي شوي ما حدا سامعنا أول كلمة أول حرف. هي المفاجأة إني رح يكون في شخصيات مهمة ضمن هالعمل إن شاء الله بإذن الله. يعني شخصيات مهمة إن شاء الله تكون هيك، تكون على المستوى اللي احنا عم نتمنى. هلأ الجميل اليوم يمكن التسويق لهي الثقافة اليوم والشعور فيها يمكن من خلال التواجد على الأرض اليوم للأطفال مع عمال النظافة، والجميل بشهيق زفير أنه أنتم كنتوا يمكن يعني أعداد أو مبادرات صغيرة عم تتوسع، وكل ما أنكم عم تكبروا عم تحاولوا يمكن تكونوا موجودين في جميع المناطق وتلامسوا جميع الشرائح، ويمكن هذا الهدف الأساسي من مبادرتكم. خلينا نحكي في خطط قادمة عم تحضروا لها في هذا الإطار. أكيد أكيد، هلا نحن مبادراتنا ما هي صغيرة، مبادراتنا كانت على المستوى يعني لو دعمنا شوي أكثر وأكثر. دخلنا بموضوع الكورونا، موضوع الأكسجين، صحيح دافع عنا تقريبا شيء من 3000 ل 9000 حاله تقريبا، وهذا كان شملنا حلب، وطينا حلب نوعا ما. احنا عم نحكي عن قديش مهم التوسع اليوم بغض تماماً. النظر عن أكيد. أكيد أكيد التوسع جدا مهم. انا برايي التوسع جدا ضروري بشغلنا نحن نوعا ما. التوسع ضروري بامور كثيره، خلينا نسميها مبادرات خلاقه جديده، خلينا نسميه على مستوى جديد، يعني كثير في شغلات نوعا ما، بس يعني لازم نكون نحن دوما موجودين على الارض مثل لانه عم نحكي عن اهميه هيدا التوسع، لانه نحن بنعرف هذا المجال خيري، يعني ما في ممول أكيد. اساسي، فانتم يعني أكيد. حسب قديش فيكم تشتغلوا على الارض ضمن هيدا نحن الاطار. نحن مبادره اهليه مجتمعيه، ما في دعم، ما في ابدا حدا. هلا اكيد نحن الفريق تبعنا عنده افكار كثيره وعنده شغلات حلوه نوعا ما. تصوري كان فريق لخمس اشخاص صار تقريبا 25 صحيح ايه، فنحن عم نعمل دوما شيء جديد للعمل المجتمعي، في عندنا افكار جديده، في عندنا برنامج عم نشتغل عليه نحن، مو اني والله بشكل عشوائي، لا في عندنا برنامج عم نشتغل عليه، هو موضوع الـ يعني شغلات جديده على المستوى هذا، وان شاء الله نكون ضل مستمرين يا رب، ان شاء الله وان شاء الله تمام يا رب.
طيب استاذ منتصر، هيك بالنهايه نحن بنعرف بكل عمل بحياتنا في رساله بنحملها معنا اليوم. المبادره الاخيره لحضرتكم هي مبادره جدا مهمه، وهي بالتشارك مع عمال النظافه. بكلمتين استاذ منتصر، الرساله من هي المبادره؟ اكيد انا لي 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 طرحين. اول طرح للحكومات للمؤسسات، دعموا اطفال الداون، ادعموهم. اطفال عندهم رساله، عندهم شيء حلو، ليش ما نحن نستغلهم بموضوع العمل المجتمعي؟ ليش ما نستغلهم نحن بسوق العمل؟ اكيد هن عندهم طاقات. انا الفكره اللي طرحتها هلا حاليا واللي عم حاول اشتغل عليها، ان هدول الاطفال عندهم ادراك فظيع، عندهم شغلات حلوه، فليش انا ما استغلهم اسسهم بطريقه صح مضبوطه، ادخلهم على سوق العمل؟ هن هدول الاشخاص عم يشتغلوا هلا، يعني تصوري معلش نكون نحن بسيطين نوعا ما، هدول الاطفال عم يشتغلوا هلا حاليا، هن موجودين اكيد يعني بيوتهم عم يشتغلوا اكثر من هيك، بس الفكره انه تكون بالحديقه العامه عم يشتغلوا مع عمال نظافه، انه نحن نرسم البسمه على اطفال، نرسم البسمه على عمال نظافه، لانه يعني عمل نظافه كيف ممتاز، يعني مجتمعنا نحن للاسف شوي باخذ حقه. نحن بتمنى لا يمكن عم نشوف توسع اكثر، يعني بهذا الاطار عم يكون في ثقافه اكبر، في توجه اكثر. فاكيد بالختام بدنا نتشكرك استاذ منتصر كيالي، مؤسس مبادره شهيق وزفير، وعم نشوف حتى هدول الاطفال ضمن مبادرات على الارض من سنتين او اكثر. شفنا الكافيه الخاصه فيهم ضمن محافظه دمشق، اكيد اليوم عم نشوف يمكن وجودهم بشكل اكبر من خلال تسليط الضوء عليهم اليوم. اكيد هو بالنهايه نور عمليه الدمج يمكن هي العمليه الاهم حاليا بالمجتمع لهدول الاطفال. استاذ منتصر بنتمنى لكم التوفيق، ودائما نحن بنختم حديثنا معك بتحياتنا وسلامنا لكل اهالينا بمدينه حلب. موفقين وشكرا لك. شكرا لكم، بستناكم في حلب ان شاء الله. شكرا جزيلا.